مبروك على اخر امتحانات. الف مبروك. ماشي يا سيدي. مين صاحب هدي الورده؟ مين صاحب الفكره بقى؟ كلنا يعني. كلكم. هي عارفه ان في ورد منتظرها وكده؟ لا. ماشي. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ مستني مين؟ ولا ادب؟ تحب تقول لها ايه بقى؟ تحب تقول لها ايه؟ تحب تقول لها ايه؟ اللي تعالى رايحه فين؟ هل ده الورد؟ اه هتتضايق بقى. ورينا الورد ده كده حبيبتي. ونفرح قلبكم. جايبه ورد لمين؟ لاختي. لاختك؟ مين بقى اللي جايب لك الورد ده؟ مين اللي جايبه لك؟ مامتك اللي جايبه لك؟ تحب تقول لاختك ايه؟ تحب تقول لها ايه؟ الف مبروك. وانت جايب ورد لمين انت كمان؟ ورينا كده الورد. جايبه بكام البوكيه ده؟ بكام؟ ايه؟ تسالني انا؟ 50 جنيه. من فلوسك؟ اه. انت اللي محوش؟ ايوه انا محوش. وجه رساله لاختك بقى. ربنا معاك في الامتحان. ما انتش عايز فلوس الورد؟ هاخده من امي. يعني هتاخد فلوس الورد منها؟ ايوه. ماشي. انت نفسك شكل أيوة. ورينا بقى الورد كده. انتوا اخوات انتوا الاثنين ولا لا؟ لا انتوا مش اخوات. ماشي. هتاخدي فلوس الورد من اختك؟ مش هتاخديها. ماشي. لا اكيد. ماشي. شكرا. احنا طالعين من الساعه 2 بالليل. انا شرطتك بقى بصراحه. شرطتك. هتوديك اسكندريه بقى وهتفسحك و ربنا يخليها. الله يخليها يا رب. تقول لها ايه؟ تقول لبابا في الساحل الشمالي. كل حاجه عملتها والله. ابتدت معاك ازاي السنه و ماما؟ ايه اللي نفسي ماما شايفه دي قلبي دي بقى خلاص. قلبي ربنا يخليها لك يا حاج. يعني متابعي يعني متابعينا في كل مكان يعني زي ما حضراتكم شايفين. زي ما حضراتكم شايفين يعني ايضا حزن بعض الطالبات بعد اداء الامتحان. يعني الطالبات طبعا الماده الاولى والاخيره بالنسبه لعلم الرياضه كان هدفهم وحلمهم ان هو ربنا يساعدهم والامتحان يكون سهل النهارده ويعوضهم عن المواد السابقه، ولكن الحزن واقع عليهم كلهم بسبب صعوبه الامتحان. اللي تعالى رايحه فين؟ ده الورد؟ اه. هتتضايق بقى. ورينا الورد ده كده. هدي الورد ده. مين صاحب الفكره بقى؟ كلنا يعني. كلكم. هي عارفه ان في ورد منتظرها وكده؟ لا. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ مستني مين؟ علم ولا ادب؟ علم. تحب تقول لها ايه بقى؟ تحب تقول لها ايه؟ ايه؟ تحب تقول لها ايه؟ ألف مبروك على آخر امتحانات. ألف مبروك. ماشي يا سيدي.